أهلا بكم. من يكون رئيس وزراء بريطانيا القادم؟ أي تأثيرات على مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتغيير شخصية من يدير 10 داونينج ستريت؟ أيضا وفي الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، أي مصير ينتظر حوالي 70 مليون شخص حول العالم؟ أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الاتجاه شمالا، وبعد الفاصل نبدأ أول موضوعاتنا. إذن فقد انحصر السباق على زعامة حزب المحافظين البريطاني ومن ثم رئاسة الحكومة في بريطانيا بين المرشحين بوريس جونسون وزير الخارجية السابق وجيرمي هانت وزير الخارجية الحالي، فمن سيخلف تريزا ماي؟ هذا ما يحدد أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم نحو 160 ألف شخص. إعلان النتيجة في 23 من يوليو القادم. إذن فمن من هذين المرشحين قادر على العبور بالمملكة المتحدة خارج منظومة الاتحاد الأوروبي بأقل خسائر ممكنة أو ربما دون خسائر؟ أرحب للحديث حول هذا الموضوع بضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ بهاء محمود، الباحث في العلاقات الدولية بمركز الأهرام. أستاذ بهاء أهلا بك. أهلا فندم. أستاذ بهاء، يعني الآن هناك شخصان بالتأكيد واحد منهما سيكون رئيس وزراء بريطانيا القادم، جيرمي هانت وبوريس جونسون، برأي حضرتك من الأقرب؟ هو الأقرب تقل الاستطلاعات جونسون، لكن في تحركات كثيرة الآن داخل أروقة المحافظين وداخل بريطانيا عموما وخطاب عام يحاول التحذير من خطر تولي جونسون رئاسة وزراء بريطانيا، سواء الخطر الذي سوف يصب على بريطانيا عموما أو الخطر الذي سوف يهدم كيان حزب المحافظين، لأنه جونس شخص غير مؤهل أن يقود بريطانيا وغير مؤهل أصلا أن يقود المحافظين. خبرته السياسية حتى برغم أنه كان عمدة لندن لا يعني هو تولى لندن 8 سنين، لكن تولاها إلى حد ما كان في تفوق للمحافظين في وقت من الأوقات، أو إلى حد ما نقدر نقول كان بيدير الملف بطريقة أنه في أفراد أسفل منه هم من يدير لندن، لكن في نهاية حكمه في لندن أصبحت على رأي بعض الكتاب وبعض المناظرين عاصمة مشوهة نتيجة تواطؤهم مع بعض رجال الأعمال وبناء أبراج عالية جدا أثرت على منظر لندن، وبالتالي تحولت لندن بعد ذلك لمدينة عمالية. نعم، وفعلا صوتت في 2016 لصالح حزب العمال أو صوتت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، كان باب أولى أن تصوت لصالح وجهة نظر المحافظين أو وجهة نظر بريكست وهكذا. من ناحية أخرى أداؤه كوزير فترة قصيرة كان أداء سيء، أداء غير مخطط، أداء يدل على عدم فكرة التزام بمنهج الحكومة أو فكرة وحدة بمصالح بريطانيا. من ناحية أخرى خطابه كان خطابا كاذبا، هو أول من روج فكرة أن بريطانيا تدفع 345 مليون استرليني أسبوعيا للاتحاد الأوروبي. نعم، وهذه الأرقام أرقام خيالية وغير حقيقية، لا بريطانيا تدفع هذا الرقم ولا أصلا بريطانيا دفعت المساهمة بتاعت الاتحاد الأوروبي حتى الآن. نعم، يعني وبالتالي هناك أكثر من خديعة. تم يعني استجوابه في أحد المحاكم منذ فترة، لكن لم يعني يتم انتهاء في هذه المسألة. وتم تباحث مسألة إنه هذا الرجل الذي ليس خطة وليس له رؤية، فقط هو رجل شعبوي يريد الخروج دون اتفاق، كيف يمكنه حل أزمات بريطانيا؟ نعم. طيب أستاذ بهاء، اسمح لي أن نتوجه إلى لندن وضيفنا من هناك السيد كايد عمر المحلل السياسي. سيد كايد، ربما جيرمي هانت هو الأقرب لأفكار تريزا ماي حول منهجية الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن هل المناخ السياسي الآن في بريطانيا مهيأ لاستقبال هذه الأفكار الذي رفضت مرارا داخل البرلمان البريطاني في وقت تريزا ماي؟ مساء الخير للجميع، وأنا أتفق معك في طرحك وأتفق مع زميلي اللي تحدث قبل شوية عن مساوئ ومشاكل بوريس جونسون. وطبعا أكيد يعني جيرمي هانت هو أفكاره قريبة من تريزا ماي،
وبالتأكيد لأنه تيريزا ماي في البداية كانت مؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وطبعا جيريمي هانت هو أيضا مؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي في البداية. إذن هل تتصور أن استطلاعات الرأي التي ربما ترى كما يؤكد الأستاذ بهاء أو يرى أستاذ بهاء أن استطلاعات الرأي تؤكد أو ترى أن الأقرب ربما هو جونسون، هل ترى أنت نفس هذا المآل في بريطانيا؟ هل بالفعل جونسون هو الأقرب؟ هو المناخ السياسي في بريطانيا في الوقت الحالي بيؤدي إلى أنه أعضاء حزب المحافظين البريطانيين هم مؤيدين أكثر لأفكار بوريس جونسون، وهو سئموا من الفترة الطويلة الذي أخذت الحكومة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في مسألة الخروج من الاتحاد. وطبعا أعضاء حزب المحافظين لديهم حسابات بأن إذا حزب المحافظين فشل في الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يكون البديل عنهم هو حزب العمال، ولذلك يريدون الخروج بأي ثمن من الاتحاد. ولكن الأهم من ذلك يجب التفكير في مصلحة بريطانيا العليا، وهو الأهم من مصلحة الحزب ومصلحة الأشخاص. نعم أستاذ بهاء، يعني فكرة المدة الطويلة التي أخذتها تيريزا ماي في محاولة لإقناع مجلس العموم والبرلمان البريطاني بآليات مختلفة أو أفكار مختلفة، حتى وصل بها الأمر أن تعرض الموافقة على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي في مقابل استقالتها ومن ثم استقالتها في النهاية، هل ربما يكون هذا المصير هو مصير جيريمي هانت إن وصل إلى مقعد رئيس الوزراء؟ هو أنا بعتقد أنه الحال الآن يصب في مصلحة أن حزب المحافظين قد ينتهي في أي وقت قريب من رئاسة الحكومة، سواء تولى جيريمي هانت أو تولى جونسون، لأنه في الحالتين لن يكون في صالح بريطانيا الخروج من الاتفاق، ولن تعطي أوروبا لبريطانيا أي مزايا جديدة، وبالتالي حتى مسألة أنه جيريمي هانت هو رجل معتدل فسوف يذهب الاتحاد الأوروبي لتعديل الاتفاق هذا لن يحدث. بالعكس الاتحاد يعني أعرب في أكثر من مناسبة وعرض الخيارات اللي عنده، منها هو صاحب شعار الخروج أو إشعار الخروج، البقاء دو يعني الخروج دون اتفاق، المسألة الأخيرة في يعني مسألة أنه يبقى في اتحاد جمركي أو ما شابه ذلك لكن يكون جزء من الاتفاق الموجود. وبالتالي الاتحاد أعلن صراحة أن خياراته البقاء في الاتحاد الأوروبي، يعني بريطانيا تظل، الخروج دون اتفاق، الموافقة على الاتفاق الحالي، يعني على بريطانيا أن توافق على الاتفاق الحالي. وبالتالي الاتحاد الأوروبي أعلن أنه ما عندوش أي خيارات جديدة. من ناحية أخرى الأزمة أعمق من مسألة أنه من يتولى في المحافظين، لأنه في الحالتين البرلمان لن يسمح بأغلبيته الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، يعني حتى لو تولى أي رئيس وزراء، لأنه في كل الأحوال يحتاج أغلبية، الأغلبية غير متوفرة في حزب المحافظين، هو دائما يحتاج 10 أصوات من الحزب الوحدة الأيرلندي، والحزب طول الوقت كان يرى أنه الاتفاق الحالي ضار لبريطانيا أو ضار لمصالحه تحديدا. نعم. ومن ثم أيضا كان ضد مسألة الخروج دون اتفاق. بالتالي النهاردة لما يجي نتكلم على أن جونسون لا تولى، أو حتى جيريمي هانت لما قال أنه في أسوأ الأحوال إذا لم نتوصل الاتفاق فنخرج بدون اتفاق، إذا المرشحين الاثنين أجمعوا على أنه الحل الأخير هو الخروج بدون اتفاق. طيب من يدعمهم في البرلمان؟ الحزب دول لن يوافق، حزب العمال لن يوافق طبعا، وبالتالي حزب القومي التوكلندي لن يوافق، الحزب الشين فين الايلندي الاخر اللي هو ضد الوحدوي لن يوافق. اذا ده حتى النهارده كان في خبر مهم جدا تم ذكره داخل حزب المحافظين انه بعض منهم قد ينتقل لصفوف حزب العمال ويؤيدهم في طرح ثقه من اي رئيس وزراء قادم، وتحديدا بوريس جونسون. يعني هؤلاء شنوا هذه الاخبار وقالوا انه في حاله تولي جونسون وصمم على خروج دون اتفاق سوف ننضم لصالح حزب العمال ونطرح الثقه من بوريس جونسون، وبالتالي الدعوه للانتخابات او على الاقل تولي حزب العمال رئاسه الوزراء. نعم سيد كايد، يعني ربما الان في ظل مناوئات داخل البرلمان البريطاني التي
يعني قد تعطل أي أفكار ومحدودية أيضا الخيارات المطروحة من الاتحاد الأوروبي لبريطانيا في مسار خروجها من هذا التجمع؟ هل يمكن أن تبقى بريطانيا في المربع الأول، بمعنى أن تظل تدور في هذه الدائرة المفرغة التي ظاهرها الديمقراطية المطلقة وفي باطنها تعطيل لمصلحة دولة بحجم إنجلترا؟ المشكلة كما طرح زميلي معقدة جدا، وخصوصا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يفتح المجال لاستفتاء جديد في اسكتلندا عن الانفصال عن بريطانيا، وأيضا هناك مشكلة إيرلندا الشمالية. إذا خرجت بريطانيا خروج تام من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، هناك خطورة أيضا بمطالبة إيرلندا الشمالية بالانفصال عن بريطانيا أيضا، وخاصة أن الشعب الإيرلندي في إيرلندا الشمالية وفي جمهورية إيرلندا في الجنوب لا يريدون حدودا بين الشمال والجنوب، وخاصة أن ذلك يذكرهم بالحرب الأهلية قديما وبمشاكل معقدة أيضا بالنسبة للإيرلنديين والذين يريدوا الوحدة ما بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا كجمهورية في الجنوب. فالحديث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو ليس مسألة سهلة بالنسبة للإسكتلنديين والإيرلنديين، وأيضا الإنجليز في إنجلترا هم واعيين لمشكلة إيرلندا الشمالية ومشكلة إسكتلندا أيضا، وأنا أعتقد أن هناك أمل وهناك أيضا خيار في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وإما الخروج بيسموه يعني خروج شبه خروج من الاتحاد الأوروبي، وهو خروج باتفاق من خلال البقاء في النظام الجمركي الأوروبي أو من خلال البقاء على شاكلة اتفاقية النرويج والاتحاد الأوروبي أو نظام العلاقة التجارية ما بين كندا والاتحاد الأوروبي أو العلاقة ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي. فهناك لازم يكون في علاقة ما بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ويجب أن يكون هناك اتفاق. حتى بوريس جونسون هدد في استخدام ورقة عدم دفع فاتورة الخروج من الاتحاد الأوروبي والمقدرة ب 49 مليار جنيه للاتحاد الأوروبي إذا رفض الاتحاد الأوروبي العودة إلى طاولة المفاوضات والتفاوض من جديد على اتفاقية ما بين بريطانيا والاتحاد، وذلك لضمان الاقتصاد البريطاني وضمان وظائف الناس وضمان العلاقة التجارية ما بين الاتحاد وبريطانيا وعدم اللجوء إلى أزمة حقيقية في الاقتصاد البريطاني، والذي هو تدهور بشكل مباشر من لحظة الاستفتاء ونتائج الاستفتاء، بحيث أن العملة البريطانية انهارت والجنيه الاسترليني الآن قيمته تشابه قيمة الدولار الأمريكي، وفي الماضي كان الجنيه الاسترليني هو قيمته ما يعادل 2 دولار أمريكي في الماضي. أستاذ بهاء، يعني هل تملك بريطانيا خيارات تضغط بها على الاتحاد الأوروبي، أم هي التهديدات بأنه خروج بلا اتفاق؟ وبالعكس أيضا، هل يملك الاتحاد الأوروبي أوراق ضغط أكثر ربما لم تظهر حتى اللحظة على بريطانيا، إما للرضوخ أو الموافقة على خطة بعينها أو حتى البقاء بشكل كامل في الاتحاد هو الأوروبي؟ بريطانيا لا تمتلك أي خيار حقيقي، كل ما هناك هو تهديد أهوج من بوريس جونسون يدل على عدم فهم للعلاقة ما بين الطرفين بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ويدل على عدم وجود رؤية حقيقية عند هذا الرجل. نعم. لأنه مسألة أنه حصر الأزمة في إذا لم إذا تم يعني عدم دفع الموازنة لأوروبا سوف تتراجع أوروبا، خطأ، لأنه خسائر بريطانيا أعلى بكثير جدا من حصرها في الموازنة. يعني احنا نتحدث عن خسائر أولية تفوق 200 مليار، هو يتحدث فقط عن موازنة مالية تدفعها بريطانيا حصتها حوالي من 39 ل 45 مليار استرليني. نعم. فرق ضخم. بالتالي أنت لا تتحدث عن مستقبل حقيقي لبريطانيا. من جانب آخر، الطرف الأضعف هو بريطانيا الآن، ليس ده خيارات. بريطانيا خروج بدون اتفاق كما قال الزميل يعني استقلال اسكتلندا. خروج بدون اتفاق يعني حرب أهلية داخل أيرلندا الشمالية. أيرلندا التي منذ فترة قريبة وأثناء هذه المفاوضات تمت بعض العمليات الإرهابية داخل لندن نفسها، وتم يعني
احد المنظمات الداخل الانظمه اعترف بهذه المساله وقال نحن فعلنا ذلك. اذا التهديدات كثيره. من جانب اخر بريطانيا تعتمد في اقتصادها او في حياتها اليوميه على استيرادها اكثر من 45% من الاتحاد الاوروبي. هذه السلع والخدمات او السلع اللي تم استيرادها من الاتحاد الاوروبي في حاله انه رفعت اوروبا اسعار السلع دي عن طريق الجمارك سوف تخسر بريطانيا المليارات. نعم. لانها الان تدخل وتخرج السلع بدون جمارك. نعم. اذا تصب بريطانيا من جانب على مستوى الاسعار سوف ترتفع جدا وحاليا فعلا ترتفع. الحاله اليوميه واحتياجات الناس سوف تتعرض للاخطار لانه في حاله وجود جمارك من ناحيه تفتيش مش بس رفع اسعار، في حاله ان في جمارك وفي دخول وخروج وتفتيش للبضاعه هذا يعني البضاعه تظل عند المرافق فتره طويله. نعم. مما يعرض الحاله اليوميه للخطر لانه بريطانيا الان لديها حصيله معينه او حصه معينه من السلع عند مرحله ما تقف اذا لم يكن هناك جديد. لذلك بعض الشركات الان تسرع من عمليه شراء سلع جديده خوفا من ان تاتي في يوم من الايام يكون في رفع الجمارك. من ناحيه اخرى الاتحاد الاوروبي ليس عنده اوراق ضغط كثيره لانه الامر واضح، هذه خسائركم اذا خرجتم وهذه ملفاتنا، لن نعطيكم شيء جديد، وفي نفس الوقت ليس عندنا امور اخرى يعني خفيه لانه الامر كان واضحا من 2016. نعم. التقارير والابحاث التي تم اعدادها على خسائر بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، صحيح في خسائر من بعض دول الاتحاد الاوروبي نبع من العلاقات التجاريه مع بريطانيا، لكن المجمل لصالح مين؟ خسائر اكثر للدوله مش 27 دوله، لانه في بديل. انا النهارده عندي ازمه مع دوله ما بصدر لها سلع، صدرها لدوله ثانيه خلاص. لكن لما اكون انا بريطانيا بستورد 45% من 27 دوله يبقى اذا الازمه عند مين اكثر؟ عندنا كبريطانيا. طيب من الناحية الثانية بريطانيا كانت عاصمة مالية عالمية اللي هي في لندن. بعض المنتجات الآن وبعض الشركات الكبرى ترحل من لندن لأن خروجها من الاتحاد الأوروبي يجعل أنه غير مهم وجودها يعني شركات داخل بريطانيا تفقد ميزة يعني نسبية كمركز مالي. بعض الوكالات أو بعض الأجزاء اللي خاصة بالاتحاد الأوروبي زي وكالة الصحة الأوروبية أو يعني وكالة الأدوية أقصد وبعض الصراعات الاخرى كانت مرتبطه بان بريطانيا بتستعملها على ان هي جزء من الاتحاد الاوروبي، ودي كانت بتجلب الى بريطانيا بعض المزايا النسبيه في الاقتصاد وفي السلع وهكذا. نعم. انتقلت بعض منها الى احداهما في فرنسا واحداهما راحت هولندا وهكذا. كل يوم في خسائر من هذه المساله. الحل هو بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي كي تظل لندن عاصمه ماليه عالميه فقط. بقاء كامل تتحدث بقاء كامل طبعا. نعم. العودة لفكرة العلاقات الحقيقية مع بريطانيا، فكرة انه في وكالات مهمة زي وكالة الأدوية، الوكالة المصرفية وبعض الوكالات ترجع تاني تبقى موجودة في بريطانيا او على الاقل يبقى في بديل مكانها، يعني لانه في بعض الصناعات البريطانية كانت معتمدة على وجود هذه الوكالات. نعم. البديل ان الدول التانية زي هولندا وفرنسا وغيرها بتستفيد من هذه المسألة، اذا بيعوضوا خسائرهم من خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وبالتالي الدول اللي متضررة لا عندها حل. نعم. وبالتالي هنا الأزمة كبيرة هو عدم إدراك خسائر بريطانيا لصالح استقطاب شعبوي داخل حزب المحافظين. هم ملوا فعلا من المدة الطويلة، لكن القادم هو أسوأ من ذلك. القادم مع ذلك انهيار تام لحزب المحافظين. هم بيراهنوا النهاردة على مسألة أنه لو لم تخرج بريطانيا سوف ينتهي حزب المحافظين، وبرضو سوف تنتهي حزب المحافظين في حالة في خسائر، وحزب العمال سوف يسقطهم قريبا. بالتالي الحل هو التفكير في مصلحة بريطانيا الذي كانت في وقت الأوقات إذا تم التوافق على الاتفاقية الحالية كان سوف يكون لصالح حزب المحافظين في التوقيت القادمة، يعني كان محدد عن موقفه بأكتر لأنه الشعب لن ينتخب حزب المحافظين وهو يعرضهم لخسائر. نعم. الرهان على نقطة تانية أنه النهاردة أنا أتكلم على جماهير باقي الاحزاب او جماهير في بريطانيا عموما مقابل 160 الف فقط من حزب المحافظين. لو تم التعويل على انه يبقى في تعقل من هؤلاء وتم انتخاب جيرمي هنت بحيث ان يبقى في مساحه اكبر للتفاوض، في بديل ظهر من فتره كبيره انه يبقى في فتره انتقاليه كبيره قد تدوم
لما بعد 2022 او 2020 هي فتره انتخابات بريطانيا، وبالتالي يبقى في فرصه لحل الازمه حتى لو كانت الفتره الانتقاليه مش يعني مش بالاهميه الكبيره، لكن على الاقل هتدي مساحه اكتر شويه لتغيير السياسه داخل بريطانيا، لمساله انتخابات جديده، لمساله الوقوف على حل يرضي كل الاطراف. نعم. وهكذا. سيد كايد، يعني وانت تعيش في بريطانيا، الضغوط التي بدات تزيد على المواطن البريطاني، ارتفاعات الاسعار كما تحدث استاذ بهاء، ربما تاثيرات اقتصاديه تمس الحياه اليوميه للمواطنين الانجليز، هؤلاء هم من اختاروا في استفتائهم الخروج من الاتحاد الاوروبي، وهؤلاء ايضا الان هم من يعانون من هذه الحاله الفوضويه او حاله اللا ابيض ولا اسود. كيف ينظر المواطن البريطاني العادي وليس السياسي والممارس للسياسه الى هذه الحاله؟ كيف يتحملها ايضا او يتعامل معها؟ الحقيقه سيد العزيز انه زميلي كان صائب في طرحه بان الناخب البريطاني في فتره الاستفتاء الذي حدث في العام 2016 كان هو ناخب مضلل، هو كان مثلا بوريس جونسون احد الاشخاص اللي كان يتحدثوا عن سلبيات كبيرة لوجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وكان معلومات خاطئة بالنسبة لما تصرفه بريطانيا على الاتحاد الأوروبي. نعم. وبما ممكن أن تأتي بفائدة من خلال الخروج من الاتحاد الأوروبي. فأيضا نقطة أخرى أن جيل الشباب قد تغير، يعني الناس اللي ما عندهمش حق التصويت في 2016 أصبح الآن لديهم حق التصويت، ومعظمهم من الشباب، وهدول الشباب يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي. يعني لو عادوا الاستفتاء الآن أنا أتوقع أن نتيجة الاستفتاء تكون بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. النقطة الأخرى أنه في علاقات ثقافية ما بين أوروبا وبريطانيا، يعني في برنامج تبادل ثقافي طبعا راح يتوقف إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. النقطة الأخرى وجود الكثير من الموظفين الأوروبيين في بريطانيا، ومصير هؤلاء الموظفين الذين يعملوا في المستشفيات وفي قطاع التعليم وفي قطاع الزراعة وفي قطاع الصناعة وفي قطاعات كثيرة، وإذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبحوا أجانب ويجب عليهم الحصول على فيزا عمل للبقاء في بريطانيا، ويجب عليهم الذهاب إلى بلادهم. وطبعا بريطانيا تعتمد على العمالة الأجنبية في تخصصات وفي قدرات وفي مسائل هامة جدا، كانوا يعني بيجيبوا أطباء من باكستان والهند ودول أخرى لنقص المهارات الموجودة في بريطانيا. والآن طبعا إذا عاد الأوروبيين إلى بلادهم ستكون هناك مشكلة أخرى جديدة في الاقتصاد البريطاني، بحيث أن سائقي الشاحنات والعاملين في مجال التنظيف وفي مجال الزراعة والصناعة يجب عليهم العودة إلى بلادهم، وطبعا لا بديل لهم في بريطانيا جاهز لاستلام مهامهم واستلام وظائفهم. بالإضافة إلى وجود الكثير من المتقاعدين البريطانيين في إسبانيا وفي فرنسا وفي دول أوروبية أخرى. نعم. ويحتاجون رعاية صحية ورعاية طبية من دول أوروبا، وكانت بريطانيا توفر لهم ذلك بالمجان من خلال الدفع في ميزانية الاتحاد الأوروبي وضمان كرامتهم وسلامتهم والرعاية لهم. الآن كما تحدث زميلي أي إنسان يريد الذهاب إلى أوروبا إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكلفه الرحلة أكثر بكثير من خلال ضرائب جديدة على الطيران وضرائب جديدة على البواخر وعلى السيارات وعلى البترول وعلى أمور أخرى كثيرة، بحيث أن الآن كل شيء معفى من الجمارك، وفي المستقبل إذا خرجت بريطانيا بدون اتفاق سيكون هناك جمارك مفروضة على السلع وعلى البضائع وعلى كل شيء. إذن أنا أشكرك شكرا جزيلا السيد كايد عمر المحلل السياسي من لندن، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات.
وأعود إلى ضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ بهاء محمود. أستاذ بهاء، ماذا لو لم يستطع شخص رئيس الوزراء البريطاني القادم أيا كان من سيصل إلى هذا الكرسي، ماذا لو فشل في التوصل إلى ثمة حل قبل 31 من أكتوبر القادم؟ ماذا نتوقع إجرائيا؟ إجرائيا بريطانيا لديها الحق في سحب شعار الخروج رقم 1 طبقا لفتوى من محكمة العدل الأوروبية، وفي هذه الحالة كان لم يكن الأمر كله على بعضه في الثلاث سنين، تبقى بريطانيا عضو الاتحاد الأوروبي ويتم تقسيط الموازنة أو المساهمة بتاعت المساهمة حسب بريطانيا في الموازنة الأوروبية من جانب. الخيار الثاني داخليا هيكون داخل بريطانيا، ربما يكون سحب الثقة من أي رئيس وزراء قادم في بريطانيا والدعوة للانتخابات، وفي هذه الحالة أو على الأقل في سيناريو، في اثنين سيناريو في حالة إنه تم سحب الثقة من رئيس وزراء بريطانيا. نعم. السيناريو الأول إنه يتولى زعيم المعارضة بعد موافقة البرلمان نفسه رئاسة الحكومة، ومن ثم يذهب للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على الأقل لمسألة مد الفترة شوية، بحيث أن يكون التأجيل إلى حد ما سنة أو أكثر يتم التباحث داخل بريطانيا. في هذه الحالة لو نجح حزب العمال في هذه المسألة فهو عنده أكثر من خيار: الدعوة للانتخابات مبكرة، وهو قد لا يعني في هذه الحالة قد لا يحتاج إنه انتخابات مبكرة إذا هو أصبح رئيس وزراء، ودي كان أهم شيء عنده إنه عايز يبقى رئيس وزراء. الفكرة الثانية إنه هل وجود حزب العمال في مكان رئيس الوزراء البريطاني أو شخص من حزب العمال في مكان رئيس الوزراء البريطاني يجب الاستفتاء الذي وافق عليه البريطانيون بالخروج من الاتحاد الأوروبي؟ ممكن بنسبة كبيرة، لأنه حزب العمال أجندته أكثر توافقا مع باقي الأحزاب الأخرى، هو متوافق مع إيرلندا الشمالية، هو متوافق مع اسكتلندا، أفكارهم متقاربة كإجمالي حزب العمال. لكن إجرائيا يستطيع أن يجب نتيجة هذا الاستفتاء؟ هو داخل حزب العمال في أكثر من سيناريو: سيناريو دعوة انتخابات مبكرة أو سيناريو الاستفتاء. الانتخابات المبكرة قد لا تأتي في حالة أنهم أصبحوا رئيس وزراء، فأصبح الخيار مش موجود. أجمعوا في حالة أنهم تولوا رئاسة الوزراء سوف يعقدون استفتاء آخر، وبالتالي هم يعني يرهنون الاستفتاء الآخر بوجودهم في رئاسة الحكومة، وفي هذه الحالة تزيد فرص بقاء بريطانيا في الاتحاد طبعا الأوروبي. بنسبة كبيرة، لأنه الأغلبية الآن ترى أنه يمكن البقاء في الاتحاد الأوروبي. كمية الخسائر التي وقعت في بريطانيا وطول فترة المفاوضات التي يبدو أنها يعني غير صالحة لصالح بريطانيا، وبالتالي وكما قال الزميل أنه مسألة أن الشباب دخلوا التصويت، كمان في مشكلة كانت أكبر في بريطانيا: الذين صوتوا في 2016 أغلبهم من كبار السن وندموا هؤلاء، وبالتالي أن الشباب اللي عنده فرصة أكبر للتصويت الآن هو مع الاتحاد الأوروبي. ده سيناريو فكرة حزب العمال. نعم. السيناريو الآخر في حالة أنه حزب العمال لم يستطيع أصلا بعد صاحب الثقة تولي الحكومة، في خلال 14 يوم من صاحب الثقة من المحافظين يتم الدعوة لانتخابات عامة داخل بريطانيا، وفي هذه الحالة أيضا لن ينجح حزب المحافظين، بالعكس سوف يكون هناك قوة جديدة ربما تكون حزب العمال رقم 1 مع تفوق حزبي الليبراليين على الأقل، أو في كلام على أن حزب الكيس يكون له دور، لكن الأقرب للواقع هو أنه حزب العمال مع الديمقراطيين الأحرار هم الأقرب ل يعني تولي المقاعد الأكثر ومن ثم تشكيل حكومة، حتى لو هم مش شكلوا مع بعض على الأقل في دعم من الديمقراطيين الأحرار والليبراليين لفكرة البقاء في الاتحاد الأوروبي، لأنه الديمقراطيين الأحرار مع البقاء في الاتحاد الأوروبي. الخضر البريطاني حتى لو ملوش أصوات كبيرة لكن مرجح أنه ينجح، الاسكتلنديين، الايرلنديين، كل الكتل دي مع البقاء في الاتحاد الاوروبي مصالحها معاه، وبالتالي اي انتخابات جديده تصب في صالح هذه المساله. بعيدا عن مساله الانتخابات، السيناريو الثاني انه رئيس وزراء بريطانيا يطلب من الاتحاد الاوروبي تاجيل الخروج عامين اخرين او عام حسب اي فتوى يتم اللجوء اليها. كان في فتوى مره عدها احد اعضاء احد المحافظين انه 6-9 شهور اخرى. نعم. إلى حد ما الرقم ده انتهى، لأنه في أكتوبر القادم سوف يكون مر على المسألة دي أكثر من 9 شهور. الآخر أنه ينتهي في نهاية 2019، وبالتالي برضو ده مش هيكون حل منطقي، لأنه من 31 أكتوبر لحد نهاية ديسمبر برضو شهرين مش رقم يعني، فهيبقى التفكير في نهاية 2020، ده خيار آخر. إيه الخيار اللي بعده؟ أن يعلن رئيس وزراء بريطانيا من حزب المحافظين البقاء في الاتحاد الأوروبي، وهذا معناه انه يبقى في تحول جذري داخل حزب المحافظين.
هل هذا التحول جائز في ظل التيارات السائدة داخل؟ لا طبعا، لأنه كونهم يصوتوا لصالح جونسون الآن في كل هذه المراحل التصويت يدل أن الشعبين سيطروا على الحزب، على أو على نواب الحزب بمعنى أصح. نعم. وده يدل على أنه في ديسمبر الماضي لما تريزا ماي وعدتهم بالخروج في حال تصويتها الأرقام اتغيرت، كان وقتها في 200 نائب مع تريزا ماي مقابل حوالي 117 نائب على الأقل ضدها. المشهد الآن يقول الوضع تغير، النسبة الأكبر الآن مع جونسون، حتى لو أنه انحصار التصويت لصالح شخصين بيتكلم على أنه النواب انقسموا، لكن في الآخر النواب 160 نائب أعطوا لصالح جونسون، وحوالي يعني 74 ل 76 نائب فقط أعطوا لجيرمي هنت، وبالتالي أنه هو لم يحصل على الثلث نواب المحافظين. الرهان أيضا على فكرة أنه الحزب ال 160 ألف هو من سوف يحسم الخيار غير واضحة، يعني ما فيش أرقام حقيقية، أو ما أقدرش أعول على هذه النتيجة. نعم. طيب أستاذ بهاء، يعني دائما دول العالم التي هي بين قوسين الأكثر ديمقراطية، لكن ما نعرفه جيدا أن اللوبيات الاقتصادية تلعب أدوار كبيرة في العملية السياسية حتى ولو من خلف الستار. بريطانيا التي كانت على الدوام مركز مالي كبير في أوروبا، إمبراطورية كبيرة لها علاقات اقتصادية متشعبة في كل أرجاء العالم، أين قوة هذه اللوبيات الاقتصادية في الضغط على من يصنع القرار أو من يتدخل في صناعة القرار حاليا باتجاه مسار معين، يعني هذا أو ذاك؟ في أزمتين في هذه المسألة. الأزمة الأولى أن بريطانيا دولة خدمات، يعني اقتصادها بيعتمد على الخدمات. أهم قطاعين في الموضوع ده كانوا التعليم والصحة، ودول منشآت داخل الدولة. حتى الآن بريطانيا الوضع مستقر في القطاعين دول إلى حد ما، الخسائر مش كبيرة للدرجة دي. نعم. لكن الخسائر قد تبدأ بصورة كبيرة في القطاعين دول مجرد ما بريطانيا تخرج. قطاع التعليم كان بيعتمد على منحة كبيرة من الاتحاد الأوروبي تستطيع الطلاب يذهبوا للجامعات البريطانية، ومن ثم إنفاق أو حياتهم سوف تكون معتمدة على أنه قدرتهم الشرائية مربوطة بوجودهم في بريطانيا، وبالتالي المنحة التي يأخذوها سوف تنفق داخل بريطانيا مما يدعم اقتصاد بريطانيا. ده من جانب. من جانب آخر، سمعة العالمية لصالح بريطانيا كانت بتخليها تجيب أمهر وأكفى أساتذة العالمية داخل جامعاتها، وبالتالي اكتسبت هذه السمعة إنه في طلاب من كل دول أوروبا وكل دول العالم حسب المنح اللي بتجيلهم. نعم. ففي محتاجين أساتذة أكفاء، فكان بريطانيا عاصمة برضو علمية مش بس مالية. الجانب الآخر، بريطانيا من أشهر دول العالم وأقوى في الجزء الصحي بتاع الرعاية الصحية والتأمينات وهكذا. أيضا بريطانيا كانت بتجيب أمهر الدكاترة وأمهر الممرضات وأمهر يعني الفنيين بيساعدوا في هذه المسألة. القطاعين دول هو عليهم 80% من اقتصاد بريطانيا. لما تخرج بريطانيا بدون اتفاق، هذا القطاع سوف يخسر، يبدأ في الخسارة. الجزء الثاني من الأزمة إنه الشركات المتعددة الجنسيات هي من تحكم الاقتصاد، تستطيع نقل مقرها في أي دولة تانية، ما عندهاش أزمة أصلا. استثمار هيطلع من بريطانيا يروح فرنسا، يعني هي لا تحتاج إلى الضغط، لا تحتاج أن تمارس ضغوطا ولو في الخفاء على قادة سياسيين للبقاء أو للخروج. لا طبعا، الخطر يضر بريطانيا ذاتها، لكن يضر مش هيضر الشركات، لان عندنا البديل. انا النهارده مقر شركتي كان في هولندا، بس عندي كذا استثمار في فرنسا والمانيا. البديل انه لو سلعي اللي انا بروجها لكل الدول حصل لها ازمه في بريطانيا، خلاص هروح مكان تاني. لذلك الكلام من 2016 كان على مين العاصمه البديل الماليه، كان في كلام على باريس، فرانكفورت، برلين، بون وهكذا وبعض العاصمه الاخرى. فكان الوضع ليه بدائل للشركات دي، انه خلاص هننتقل مقراتنا لمكان اخر. ولذلك بدا التفكير ان الوكالات الاوروبيه الاخرى ذات الطبع الاقتصادي مش حقوق انسان وكده، نعم، بدات تنقل، ودي تنقل معها استثمارات، تنقل معها مزايا نسبيه. اما رجال الاعمال هو لن يضحي باستثمار مره واحده من بريطانيا لما يشوف المشهد النهائي. حتى الان المشهد صحيح غير مستقر، لكن لم تخرج بريطانيا حتى الان، ما زالت حركة السلع مستمرة، في بضاعة بتروح وتيجي، في حركة مواطنين، بالتالي هو ما يقدرش يضحي مرة واحدة إلا لما يشوف النهاية. لكن بعض الشركات كانت حسمت المسألة وخرجت خلاص. خروج الشركات دي ما أثرش بنسبة كبيرة، لأنه مش نسبة كبيرة، الأغلبية منتظر النهاية.
عندما يتم نهاية حسم الملف سواء بالإيجاب أو سلب، وده يبقى فيه تقييم حقيقي للخروج أو البقاء. لو تم حسم الملف بالخروج دون اتفاق فترحب معظم هذه الشركات للدول الأخرى، وهنا تبدأ خسائر حقيقية في الظهور على الأرض. زيادة الخسائر، مش في خسائر حقيقية، في خسائر فعلا حاليا موجودة. نعم. في البطالة وفي عجز الموازنة وأشياء أخرى يعني. ومسألة السوق العقاري وانهيار العملة أو تراجعها بمعنى أصح، كل هذه خسائر موجودة على أرض الواقع. عدم وجود بديل اقتصادي حقيقي أو عدم وجود عقد شراكة مع أي طرف ثالث برا الاتحاد الأوروبي. نعم. دي طيب يعني تعودنا دائما في القارة العجوز أن يكون القادة الكبار أو قادة الدول الأكثر قوة في الاتحاد الأوروبي أو في أوروبا دائما بينهم علاقات ربما تدخل في نطاق تجاذبات شخصية تستطيع أن تؤثر ربما في مسار قرارات معينة. أين دول أوروبا الكبرى الأخرى كفرنسا، إيطاليا، ألمانيا من ربما التأثير على مسار هذه الأزمة؟ ليس لها أي دور المسألة إجرائيا وبريطانيا داخليا؟ لا، في أدوار وتم الضغط بهذه الأدوار يعني. على رأس المثال احنا نتكلم على أهم دولتين الآن، فرنسا وألمانيا. فرنسا كانت قبل الرئيس الحالي كانت رئيس الكتلة الشرقية أو الكتلة الجنوبية، أقصد كتلة لحد ما هي سرية أو فيها اشتراكيين أو ديمقراطيين وهكذا. نعم. الكتلة دي كانت معارضة تماما لبريطانيا، وكان معظم الدول اللي فيها كان فيها اسبانيا وبرتغال واليونان وهكذا، وكانت ايضا معارضه لفكره الليبراليه والتحرر وهكذا. الكتله دي حتى بعد تغيير فرنسا كقياده ما زالت ضد بريطانيا حتى الان. نعم. وطول الوقت كانت شايفه ان بريطانيا عائق لها، لانه كانت مثلا على سبيل المثال كانت طول الوقت فرنسا شايفه انه مشروع التكامل السياسي الاوروبي هو بريطانيا تعوقه، عندما تخرج بريطانيا سوف يكون هناك تكامل اكثر من ناحيه الاتحاد الاوروبي. ده جانب. الدوله الاخرى الموازيه كانت المانيا. المانيا كانت رئيسه او الكتل او زعيمه الكتله الليبراليه اللي تحتيها بعد كده مين؟ بريطانيا والدول الغنيه لحد ما هولندا والسويد وهكذا. الدول دي كانت علاقتها اقرب بعد المانيا يعني في القوه هي متوافقه شويه مع بريطانيا، يعني بينهم علاقات شخصيه زي ما تقول او جزء من ارث تاريخي. نعم. والدنمارك وهكذا. الدول دي علاقه هي مع الليبراليه المانيا، لكن هي كانت موجوده على حس بريطانيا. نعم. بريطانيا برضو كانت مع بتعمل ازمتين، هي مع تحرير التجاره ومع الجزء الليبرالي لكن مش مع التكامل السياسي. يعني خلينا بس اقتصاد بس، لكن نروح سياسه لا، ربما الارث تاريخي في العقليه البريطانيه. فبالتالي كان هي 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 جزء من ازمتين، هي مش عايزه تكامل سياسي فهي عدوه لفرنسا. نعم. لكن برضو هي مش مؤيده لالمانيا للاخر، لان برضو المانيا عايزه تكامل سياسي، بالتالي كانت تقف مع المانيا في جانب ومن غير ما تقصد هي مع فرنسا في جانب. دي نقطه. المانيا ما زالت نفس المدرسه، مدرسه تماسك الاتحاد الاوروبي، اجراءات تقشفيه، ليبراليه وتحيه التجاره. المانيا كانت هي الضغط الرئيسي حتى النهارده على فكره، طب ماشي ناجل لبريطانيا شويه، ندعم موقف بريطانيا، نود مفاوضات. فرنسا لا، يجب ان تخرط الان بريطانيا، يجب ان تحسم بريطانيا موقفها. اذا في طرف ضاغط وطرف قوي. باقي القوه الى حد ما بعد تغيير المشهد، يعني مش كل الدول تم تغيير المشهد فيها سياسيا، بس حتى الدول اللي تم تغيير المشهد جزء منها مشغول بازماته الداخليه، يعني ايطاليا عندها ازمه كبيره مع التحول في الموازنه. باقي الدول مش بالقوه اللي نعول عليه. لكن او على الاقل في ضغوط من المانيا وغيرها على انه خليكم زي ما انتم يعني. خليكم بتتفرجوا كده، فيبقى المحرك الحقيقي هو المفاوضية الأوروبية مع القوتين دول ألمانيا وفرنسا. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات والأفكار. أستاذ بهاء محمود الباحث في العلاقات الدولية بمركز الأهرام، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، في 20 يونيو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للاجئين للتذكير بمعاناة هذه الفئة المستضعفة من البشر حول العالم. تقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أحدث تقرير لها إن عدد الأشخاص الفارين من حروب واضطهادات ونزاعات في دولهم فاق حاجز 70 مليون شخص في عام 2018، وهو أعلى مستوى تشهده المفوضية منذ ما يقرب من 70 عاما مضت على تأسيسها. في هذا الشأن قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما نراه في هذه الأرقام هو تأكيد على الاتجاه المتزايد من حيث عدد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى الأمان والاستقرار والبعد عن الصراعات والاضطهاد.
في ظل تفاقم أزمتهم احتفل العالم في 20 يونيو الجاري باليوم العالمي للاجئين، والذي يمثل فرصة لمناقشة أوضاع اللاجئين وكيفية حل الأزمات التي تواجههم في العديد من مناطق العالم. أفاد تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين والنازحين في العالم ارتفع خلال عام 2018 إلى أكثر من 70 مليون شخص، فيما اعتبرت جهات أخرى أن هذا العدد أقل من الحقيقي للأشخاص الذين تركوا ديارهم. إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة التابعة لجامعة الدول العربية أصدرت بيانا بشأن عملية التشاور العربية للإقليم حول الهجرة واللجوء بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، حيث أكدت على تواصل الدول العربية تحمل العبء الأكبر للأزمة باستضافة النازحين والمساهمة في تقديم التمويل اللازم لتوفير المساعدات الإنسانية لهم، وما نتج عن ذلك من مواجهة هذه الدول المستضيفة للعديد من التحديات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية والتغيرات الديموغرافية والاضطرابات الأمنية والسياسية. كما أكد ممثل الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة مجددا، أكدوا على أهمية مبدأ التضامن الدولي مع الدول المستضيفة للاجئين ودول العبور والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي. اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو كل عام يعتبر فرصة سانحة للتذكير بمعاناة إنسانية غير مسبوقة يعيشونها تجعلهم في حالة يرثى لها، ولإبراز همومهم وقضاياهم خصوصا في العالم العربي وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم، كما يؤكد على الدور الذي تقوم به جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في المجال الإنساني من أجل توفير مواد الإغاثة للأشخاص الذين يحتاجون إليها داخل مناطق الأزمات، على الرغم من صعوبة الوصول إلى السكان بسبب المحاصرة أو الحرب أو الصراع. وللمزيد من التعليق حول أزمات اللجوء في جميع أرجاء العالم تنضم إلينا عبر الهاتف من فيينا السيدة سونيا بوماد، رئيس منظمة شرق غرب لدمج الحضارات. سيدة سونيا لك التحية. مساء الخير، بس الصوت ما بعرف إذا واضح عندكم. الصوت واضح بالفعل، نعم. أي يعني ما بعرف شو بدي أقول بهذا بمناسبة هذا اليوم. شيء بحزن انه بين سنة 2016 وبين سنة 2018 زاد عنا العدد اللاجئين تقريبا 3 مليون. ما بعرف اذا عاملين هيدا اليوم للتضامن للحد من تدهور وتفاقم هيدي الازمة، ولا بس مشان مراقبة هيدي الازمة واعلان النتائج عن عدد الناس اللي عم تدخل بهال انا بقول جريمة، يترك الانسان وطنه ليدور على الحياة بمكان تاني. صراحة كنت حابة ان اطلع سكايب نحكي، بس صاير في شكل عطل بالكاميرا. نعم. بتمنى يعني المفوض العام لشؤون اللاجئين مستر جراندي قال بتعليقه انه هو متعاطف مع اللاجئين وهو طلب منهم انه يتحلوا بالامل، بس ما بعرف قديش الخطاب عاطفي بالنسبة لأمم متحدة يلي هن بايدهم الحل، يلي نحن كنا منتظر منه يتخذوا اجراءات اكثر صرامة لوقف الحروب، يتخذوا اجراءات اكثر فاعلية لانقاذ هود الناس، نعم، او لاعانة هيدي الاوطان اللي عم يطلعوا منها من الفقر ومن الجهل ومن الأمنية لحتى يلاقوا نفسهم بأوطانهم. يعني طيب سيدة سونيا، دعينا نفند قليلا في دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يعني دائما ما يثار أنها تفعل ما تستطيع، لكنها لا تستطيع أن تجبر دول بعينها على استضافة أعداد أكبر، خاصة أن هناك الآن اتجاهات في عديد من دول العالم ترفض استقبال لاجئين حتى لو بمنطق الترانزيت أو لفترة مؤقتة لحين التوطين في بلد ثالث. أنا معك
بس بالآخر نحن بدنا ندور على حل، ما بدنا ندور على وطن تاني للناس. كأمم متحدة هي أنا بحسها كمنظمة أممية مسؤولة نوعا ما عن التهجير والحروب، لأنه بالآخر هن موكلين باسم كل شعوب العالم يدافعوا عن حقوق العالم ويدافعوا عن الإنسانية. مش لازم نحن ندور عن وطن آخر، نحن لازم نصنع الأمان بالأوطان لكي لا تهاجر الناس. أنا ما بدي لاقي حل شيل لمشكلة لجوء حامل الناس من البحر، فهمت علي؟ بس هاي الموضوع. نعم سيدة سونيا، يعني التأثيرات الديموغرافية التي تتحسب منها تيارات في أوروبا مثلا تدفع ربما إيطاليا لإفراغ الهواء من قوارب المحاولين للهجرة غير الشرعية وللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، بينما دول أخرى أيضا في الاتحاد الأوروبي ما زالت إلى حد ما أكثر ترحيبا باللاجئين، لكن اللاجئون أنفسهم غير قادرين على الوصول إليها، على سبيل المثال ألمانيا بسبب تعقيدات إدارية الآن تصيبهم على حدود الدول الأوروبية. إذن ما الحل برأيكم؟ ما التصرف الأمثل في هذا التوقيت؟ أنا كوني عايشة بالنمسا وبعرف الأزمات هيدا قد أثرت على المجتمعات وقد صحت النزعة العنصرية قليلا بالشعوب، بتعرف كانوا بعيد وإجمالا حاسين حالهم بعيد بمأمن عن حروب الشرق يعني اللي بتصير ببلادنا أو الفقر أو الجوع، فجأة صاروا معنيين باستقبال هود الناس. نعم. وما بدنا ننسى أنه أوروبا كمان عم تعاني اقتصاديا كمان، وعندهم مشاكلهم الخاصة بالنسبة لانفصال بريطانيا والمشاكل الاقتصادية، البطالة، عندهم مشاكلهم، حسوا حالهم أنه وكأنه عم يشيلوا مسؤولية هيدا الحروب يلي عم يصنعها ناس يعني بحسوا نفسهم بعدهم بأمان عن أزمات اللاجئين، مع أنه ما في حدا بمنقى. بالآخر بالمكسيك كمان رغم أنه ما في حروب وما في بحر ولا غرق كمان صار في أزمة لاجئين. نعم. وكمان هود الناس هونيك عم ينظلموا وعم يتعمر السدود لمنعهم من البحث عن الحياة. بالآخر ما بدنا نقول بس أوروبا معنية بأزمة هول اللاجئين، ومش بس اللي عم الإجراءات اللي عم ياخدوها، بالآخر هن كمان مواجهين قدام شعوبهم. حضرتك بتلاحظ أنه لأول مرة بيصعد اليمين على الحكم، فهذا دليل أنه الشعوب خائفة وغير متقبلة لهالتغيير اللي عم بيصير. فبطبيعة الحال إحساس الشعب أنه عم يتلقى أزمات الحروب بالشرق الأوسط عم بيخليهم إجمالا يضغطوا على الحكومات ليتخذوا قرارات أنه يقفلوا يعني قليلا الأبواب بوجه اللاجئين. وصراحة حتى نحن كمقنين أيام من عيني من هذه الأمور، رغم أنه صرنا زمان بالنمسا. نعم. بس بطالنا أكيد موجات الخوف، يعني ما بدي أسميها عنصرية، الخوف من الآخر، الخوف من التغيير، الخوف من الإرهاب. نعم. يعني بدنا نتفهم شوي ظروف السياسية للدول عموما وللخوف من الحروب القادمة. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيدة سونيا بوماد، رئيس منظمة شرق غرب لدمج الحضارات، متحدثة إلينا من فيينا. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة لهذه الحلقة من الاتجاه شمالا، فإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. تقبلوا تحياتي وكل فريق العمل. بأمان الله.